بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. عندنا النهاردة اكتشاف علمي مذهل وصيحة في مجال علاج الأورام، بداية نجاح لقاح للسرطان، لقاح للأورام اتعمل في معهد دانا فاربر للسرطان. بس قبل ما أدخل في الموضوع أحب يعني أقول لكم إن في صوت ورايا كده، ده نظرا لأن احنا عندنا احتفال بمناسبة انتصار سوريا وبمناسبة انتصار غزة، ففي أغاني وأهازيج عندنا في ساحة الاحتفالات في الجامعة، فأرجو إن الصوت يكون بتاعي مسموع. إيه بقى اللي حصل في موضوع لقاح الأورام ده؟ وأرجو إنكم تركزوا معايا في الحلقة دي جدا جدا. فاللقاح ده اتعمل في معهد دانا فاربر للأورام، في أعلن إيه بقى؟ أعلن عن في تجربة سريرية في المرحلة الأولى أظهر على 9 مرضى عندهم سرطان في الكلى، رينال كلير رينال سيل كارسينوما، سرطان معين في الكلى. 9 من المرضى في الأول جربوا عليهم اللقاح ضد السرطان، وإن 9 المرضى دول نجح معاهم هذا اللقاح بنسبة 100%، وأزال كل الخلايا السرطانية المتبقية. عملوا إيه بقى الحكاية بتاعت اشتغلوا إزاي؟ أو الأول خدوا المرضى دول أجروا عليهم عملية جراحية لإزالة الورم اللي في الكلى. يبقى أول حاجة المريض بيخش يعمل عملية جراحية عشان نشيل الورم، بعد كده بيمسكوا العلماء دول بيحللوا الورم علشان يشوفوا العلامات الفريدة لهذا الورم. في كل خلايا أورام عند شخص بتطلع حاجة اسمها أنتجنز، سموها نيو أنتجن، أجسام مضادة بيسموها مستضادات جديدة نيو أنتجن، دي مش موجودة غير في الخلايا السرطانية بتاعة المرضى دول. المستضادات دي عبارة عن بروتينات بتخلي السرطان ده زي ما قلنا مميز. باستخدامات بقى خوارزميات وحاجات زي كده قدروا ان هم يحطوها في اجسام مناعية، وبعدين يعملوا منها لقاح. اللقاح ده يعطى للمريض في سلسلة من الجرعات ابتدائية وبعدين جرعات تعزيزية، نديله يعني برنامج معين. فلذلك بنسمي اللقاح ده شخصي، يعني مش لقاح يعطى زي لقاح مثلا الانفلونزا ولا شغل الاطفال بيعطى لكل الناس نفس النوعية، لا، احنا كل مريض بناخد منه خلاياه نحللها نعمل لها لقاح مخصوص يضد الخلايا. فمرضى السرطان بتوع الكلى دول خياراتهم محدودة، اذا جالهم السرطان ده العلاج الجراحة وبعد الجراحة العلاج المناعي، في تلتين المرضى بيعانوا من عودة السرطان تاني، بيرجع لهم الورم تاني. ويعني حتى العلاج المناعي اللي هو بيمبرولزيماب ده الدواء ده برضو بيبقى بيقلل من خطر عودة الورم، ولكن بيعود عند ثلثين المرضى الورم ده تاني وبتبقى المشكلة أكثر يعني شدة. التجربة بقى السريرية دي والكلام ده شاملة شملت 9 المناعة عندهم بعد تلقي اللقاح ده زادت، الخلايا التائية تي سيلز الخلايا بتاع جهاز المناعة زادت عندهم بمعدل 166 ضعف، 166 مرة زادت عندهم الخلايا. وارجع بقى لتنشيط الجهاز المناعي، الحلقة اللي قلناها ان خلايا تي سيلز التائية دي هي القادرة على قتل كل الايه كل خلايا السرطان، مع كمان مدينا احنا علاج مناعي. بص لقينا الخلايا دي انطلقت وقضت على كل خلايا الورم المتبقية، لم تسمح بنمو اي خلية اخرى، لان المشكلة انك ما بتقدرش في العملية تشيل كل الخلايا، ما بتقدرش برضو في العلاج المناعي تشيل كل حاجة، لكن لما عملنا بقى اللقاح قضينا على السرطان، رجعنا الشخص وكأنه لم يحدث عنده ولا خلية اورام من اورام. وتابعوا المريض لمدة تصل إلى 3 سنوات
لم تظهر او لم يرجع له وش ما ردش عليه المرض تاني ابدا. الاعراض الجانبيه ايه بقى اللقاحات دي؟ بيقول لك بعض المرضى عرضوا من اعراض تشبه الانفلونزا، اهلا وسهلا مفيش مشكله، بيجيلنا مره ولا اتنين في السنه، او ردود فعل موضعيه في مكان الحقن، ماشي شويه حاجات بسيطه كده مش مشكله بتحصل مع اي حقن يعني، او الاعراض الجانبيه يعني جميله قوي مفيش مشكله معاها خالص يعني. فالنتائج دي واعده، بس هي متجربه على كام مريض؟ 9، واحنا دايما بنبدا كده عشان لو في حاجه نبقى مش والتسعة دول طبعا متبرعين وحالتهم طبعا بتبقى صعبه يعني، ده بيبقى الامل الوحيد اللي قدامهم. فطبعا الخطوه اللي بعد كده ان يحصل بقى دراسات دوليه، نبدا نخش بقى على اعداد اكبر ونبدا نطبق على اللي هي المراحل يعني مراحل التجريب بتاعه الايه بتاعه اي دواء او اي عقار قبل ما يخرج ليه. ده الخبر الحلو اللي عندنا النهارده، هو هي نجاح العمليه، العمليه نجحت، وطالما نجحت يبقى ننتظر فتره من الزمن حتى يمكن تطبيقها على كل المرضى. وطبعا مش هتبقى على سرطان الكلى بس، ونختار نوع من السرطان لسبب ما ما قالوش وجربوا عليه، هتبقى لكل انواع الاورام، نشيل الكتله الكبيره بالعمليه، ندي العلاج المناعي، ندي مع اللقاح، نخلص من موضوع الورم وكأن شيئا لم يكن. ده الامل بتاعنا في علاج هذا المرض اللعين. وانا ارجو بس منكم قبل ما اختم ان اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان الاخبار الجديده الجميله الحلوه دي واي ابحاث علميه، وتعمل اعجاب بالحلقه، والناس اللي بتنتسب اخوه اللي بينتسبوا الحلقه اشكرهم، والفلوس بتاع الانتساب دي احنا بنحطها في البحوث او بنزودها في التمويل بتاع البحوث العلميه بتاعتنا. ده اللي عندنا في الحلقه الجميله، وده الخبر اللي عندنا النهارده، ومعذره على الصوت اللي في الخلفيه، كان نفسي انزل اسجل معاهم بس صوتهم هيبقى اعلى قوي هناك ومش حدش هيسمع. شكرا، والى اللقاء في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.